مع حضور السيسي الكثيف في المشهد المصري بشكل عام خلال ال10 سنوات اللي فاتت، زادت معاه الدعوات إلى نبذ فكرة الدين. دي أشهر حاجة في عهد السيسي، خاصة الدين الإسلامي ومظاهر الدين الإسلامي، زي الصلاة في المساجد حصل فيها مشاكل، وزي الزينة رمضان، زي الحجاب مثلا. وبدأت الظاهرة دي تزيد في مصر، وهي ظاهرة عنصرية وتمييز ورجعية. ايه بقى؟ ان بعض الفنادق والمطاعم بتمنع دخول المحجبات عندها في مصر، في بلد الأزهر، البلد الذي قاد العالم الإسلامي مئات السنوات، بيمنعوا دخول المحجبات عندهم. ده موقف حصل في مطعم في منطقة التجمع الخامس، ماشي، مع دكتورة اسمها عهود، هي صيدلانية. الدكتورة عهود راحت اصحابها عامل لها عيد ميلاد، فدخلت مع اصحابها تحتفل بعيد الميلاد، فقالوا لها لا ده انتوا عندكم محجبات بره. نشوف كده الفيديو ده. انا كنت النهارده هعمل عيد ميلادي، صاحبتي عامله لي عيد ميلادي 5 واي في مكان اسمه اسكا، ماشي. كنا حاجزين على انستجرام، ماشي، وفي المسج ما بعتلناش اي انفورميشن ان هو ما ينفعش يدخلوا محجبين. في اماكن بتمنع ان هي تدخل محجبين، وانا ما عنديش مشكله، واصحابي حتى ما عندهمش مشكله، بنغير مكان او بنشوف مكان تاني، بس دول ما قالولناش. حجزنا 15 شخص، ولما جينا في الميعاد دخلنا، لا وقعدنا خلاص، لقيناهم بيطردونا، هم بجد بيطردونا من غير اي حاجه. قلنا لهم يبقى ما حدش بلغنا، احنا ما حدش بلغنا ان هو ما ينفعش محجبين. لا هو ده قانون الرولز بتاعت المكان، وما ينفعش اغير حاجه كده. واللي عمل غلطه من الشخص اللي بعد المسج، طب انا اعمل ايه بغلطه الشخص؟ طب انا دلوقتي انا ايش عرفني؟ ماليش دعوه يتعاقب ولا لا. انا دلوقتي احنا 15 شخص طردنا من المكان، واحنا المفروض جايين المكان ده ومتشيكين وعاملين وكل حاجه، طب انا اروح فين دلوقتي؟ هم طردونا يعني، هم طردونا بمعنى هم قالوا لنا ولا ان دور ولا اوت دور. لا هم قعدونا الاول اوت دور، بعد كده بعد ما قعدنا تاني اوت دور قومونا وطردونا من المكان. فده مش حاجه بروفيشنال خالص، قله ذوق قمه. يعني انت مكان المفروض مكان محترم، ومكان ناس محترمه بتيجي تقعد تحكي. طبعا الصوره اللي تحت في الفيديو دي هي المطعم، المربع اللي تحت في الفيديو ده هي اسم المطعم بتاع واحد اسمه احمد حجي، احمد يحيى، او احمد حجي قصدي، احمد حجي. المطعم هي دي صورته اللي هي في المربع اللي في الفيديو ده اللي فيه العروستين دول. ده المطعم اللي تحت بتاع شاب كده عايق وشايف نفسه وعامل نفسه انه مواليد شمال باريس بروح امه، ما يتقالش عليه غير كده، عامل نفسه مواليد هولندا، فقال لك ممنوع المحجبات بره. وزاره السياحه فين؟ ما فيش، مش موجوده خالص وزاره السياحه، ده الناس بتاكل لحم حمير. وزاره اي حاجه مسؤوله فين؟ ما تعرفش. طب انا عندي سؤال لاحمد حجي، انت ذكر ومنع دخول المحجبات، ماذا لو اني مرات السيسي جات لك وهي محجبة، هتعمل ايه؟ هتطردها؟ اتحداك يا احمد يا حجي، انت عامل ذكر، ماذا لو اني مرات وزير الدفاع جات محجبة؟ ماذا لو اني مرات مدير امن القاهرة كانت محجبة وجات لك؟ انا اراهنك هتقف تخدم عليها ورجلك فوق رقبتك، يبقى انت جبان، يبقى انت شخص جبان ووضيع مش اكتر يعني. على اي حال الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وحصل عليه تفاعل كبير من الناس اللي تضامنت في التعليقات مع البنت المحجبة أو الدكتور عهود. أنا عرفت إن اسمها الدكتور عهود لأن حد كان كاتب بيقول عم الشباب ده فاتح مطعم في التجمع الخامس، ظريف، بيفكر وعايز يشتغل، ربنا يرزقه، بس هو بيحط القواعد، يعني جابوا اسمه. أنا هجيب لك اسمه دلوقتي. قال لك منتهى الانحطاط الناس، مش أنا. حد بعت لي يقول لي ماذا لو إني آية السيسي بنت السيسي محجبة؟ اه والله على راي اللي بعت، هتعمل لها ايه؟ بتضربك بالجزمه، بالجزمه، لا تستخسر فيك الجزمه لان جزمتها غاليه، تجيب حارس من اللي واقفين بره
تقلعه الجزمة ويديك بيها وهتسكت زي أقرب كلب موجود في منطقة التجمع الخامس. يبقى بلاش. ما تجيش على بنت زي دي وتقول لها اطلعي بره انت واصحابك، ما ينفعش. الناس قالت لك منتهى الانحطاط، المفروض ده المطعم ده يتقفل، العنصرية والتدني اللي عمله. ناس تانية قالت يعني بما انها بقت عنصرية قوي كده وعندهم حساسية من المحجبات، المفروض تعمل اماكن المحجبات. ايه ده الهبل والعبط ده؟ يعني ايه يطردوكم وازاي تمشوا؟ ده كان مفروض تصوروهم وهم بيقولوا كده وانت اللي تطلبيهم من البوليس، انتوا بجد ناس محترمة. ايه يا جماعة فيه؟ وصلنا لفين؟ اهو الراجل، اهو الراجل اللي اسمه صديق حد من اصدقاء الست البنوتة اللي اتطردت، كتب وقال، هو حاطط صورة الشاب ده، قال لك عم الشباب الامور ده فتح مطعم في التجمع الخامس ظريف، بيفكر وعايز يشتغل ربنا يرزقه، بس هو بيحط القواعد لتشغيل المطعم، يعني النظافة فين، الاطباق تغسل ازاي، مفارش الترابيزات شكلها ايه. راح دايب بند كده بيقول فيه ممنوع دخول المحجبات. في زميلة صيدلانية محترمة اسمها الدكتورة عهود محمد كانت مستضيفة أصدقائها تحتفل معاهم بعيد ميلادها في المطعم، طردها هي وأصحابها عشان فيهم محجبات، وبيقول لهم أنتوا ما قلتوش أنكم محجبات. أبو حميد ده دلع محمد، حقك تحط القواعد اللي أنت عايزها، لا هنقول لك عنصرية ولا هنقول لك ده مش بيحصل في أي مكان في الدنيا، لكن هنقول للناس على البند اللي أنت حطه ونعرفهم بيك ومطعمك الظريف عشان يقوموا بالواجب معاك وتاخد الشهرة اللي تستحقها. حقك علينا يا دكتورة، معلش القانون ضعيف والرجالة انقرضت. وراح حاطط رابط صفحة أحمد ده عشان الناس تخش تمسي عليه وتروقه هو وعيلته، لا من عهد آدم. أهو أدي الدكتور عهود وأدي الشاب اللي اسمه أحمد حجي، أهو أدي الشاب اللي اسمه أحمد حجي. فاللي يعدي على المطعم ده يا حضرات يمسي عليه بأي حاجة يستحقها. زي